القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. الشرطي رباح غانم من كتيبة حفظ النظام في خان شيخون بمحافظة إدلب يروي قصة اختطافه من قبل مجموعة إرهابية مسلحة في منطقة خان شيخون وتهديده وإجباره على اعترافات محددة بعد ضربه وتعذيبه. بتاريخ 18/10/2011 وقفت عدية سيارة كيا بك أب بيضة، نزلوا منها ثلاث مسلحين مع الروسيات، زتوني بالسيارة وطمشوا لي عيوني وأخذوني على غرفي ونزلوا في ضرب بالكبال والعصي وبكعب الروسي وبكعب المسدس، ضربوني على عيني. بعدين قالوا لي بدك تنشق عن كتيبة حفظ النظام، وكتبوا لي ورقة وقاموا بمسكوا تلفون وكاميرا الديجيتال وصوروني بانشقاقي عن كتيبة حفظ النظام وتحت تهديد السلاح. وبعد ما صوروني ضربوني وأخذوني على غرفة ثانية وقالوا لي من مين بتاخذ أوامرك، بلشوا يقولوا لي بتاخذ أوامرك من 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 الضباط. بعدين بالليل طمشوا لي عيوني ورجعوني على قرب خدمتي بخان شيخون وزتوني وتركوني وطلبوا مصاري من أهلي 500,000 ليرة سوري، وأخذوا مني الهوية العسكرية وأخذوا مني الخاتم وسنسال ذهب والجزدين في مصاري. لا تزال عصابات الإجرام والإرهاب تقتل وتخرب وتروع المواطنين الآمنين وتزهق الأرواح البريئة وتنفذ جرائمها بأبشع الصور. لا تزال فصول الإرهاب والإجرام تتساقط، ولا يزال تجار الدم وأدواتهم يجترون مرارة خيبتهم وخذلانهم بإزهاق المزيد من الأرواح البريئة. الشهيد وائل محمد حسين دودوش كان في مرمى رصاصاتهم الغادرة التي اغتالت الصيدلانية الشاب وخلفت الألم والحسرة لأم فقدت وحيدها وأخت فقدت سندها الوحيد في هذه الحياة. حاج يكفي سفك دم، يكفي سفك دماء، يكفي يكفي في ذا الوطن السوري يقتل السوري. يا ريت ابني شهيد بالجولان، ما بزعل كلنا في ذا الوطن الشهداء بالجولان، ولكن ابني يروح رخيص بيد سورية، بيد مجرمين، بيد مأجورين، اللي مأجورين بالدولارات. أنا ضحيتي بابني شهيد، ابني وحيد وما عندي غيره. هو اللي رباني يعني، هو اللي كان معي يعني، كان خطوة بخطوة معي، بس لا ما ضل لي حدا. بس أنا مبسوطة أنه أخي راح شهيد، بس بنفس الوقت زعلانة كتير لأني راح سندي. الشهيد كان شو اسمه حلول كتير علينا، كان كل ما يجي على البيت كل صيفي كان يجي. الشهيد عمو بصير. خروجهم السافر عن القانون الوضعي والإنساني والأخلاقي لم يستثني عمال النظافة الذين أصبحوا هدفاً لرصاصهم الغادر وإجرامهم الذي تمثل بأبشع صوره في استهداف 2 من العمال أثناء تأديتهم واجبهم. نهمهم لسفك الدماء السورية، لا يردعه رادع ولا وازع يمكن أن يشفع لأناس آمنين في منازلهم ليصبحوا بعد ثوان قليلة بيتا مفجوعا بفقدان 3 فتيات بعمر الورود. جايبين زفن على رايس، نحن واقفين على باب الدار في عصابات مسلحة وقاعدين على ظهور المدارس، وشوفت عينك خواتي 3 وفي وحدة هلأ بالعناية، ما بنعرف بأي مستشفى صارت. معضلة هؤلاء الطارئين على بيئتنا ومجتمعنا بأنهم كلما ضاق الخناق عليهم كلما استفحلت جرائمهم وفضائعهم البعيدة كل البعد عن الطبيعة البشرية والإنسانية. 6 شهداء جدد ينضمون إلى لائحة الشرف العظيم بعد أن استهدفتهم المجموعات الإرهابية المسلحة. فمن مشفى حمص العسكري شيعت جثامين 5 شهداء قضوا برصاص المجموعات الإرهابية المسلحة في حمص وريفها، والشهداء هم العريف داليان محمد علي تلكلخ حدية، العريف ملهم يوسف شاويش إدلب جسر الشغور تكية، المجند بلال عصام توغلي دمشق الميدان،
المجند نضال سمير الدباغ دمشق الهامة، المجند لواء نواف الديك السويداء مفعلة. وعبر ذوي الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بشهادة أبنائهم داعين لمحاسبة من يعبث بأمن سوريا واستقرارها. واستقبلت محافظة إدلب شهيدها العريف ملهم يوسف شاويش الذي اغتالته المجموعات الإرهابية المسلحة في القصير. ووسط مشاعر الفخر والاعتزاز زف جثمان الشهيد الطاهر من المشفى الوطني بجسر الشغور إلى مثواه الأخير في مقبرة المدينة. وشهيد ملهم من مواليد عام 1990 وهو عازب. ومن مشفى تشرين العسكري شيع جثمان الشهيد العريف المجند على عدنان الدعاس الذي قضى متأثرا بجروح أصيب بها في كمين نصبته المجموعات الإرهابية المسلحة في 27 من الشهر الماضي. وزف جثمان الشهيد محمولا على الأكتاف إلى مثواه الأخير في مدينة دوما بريفي دمشق. العين تدمع دمعها مدرارا والقلب في فقد الحبيب يحار. قد بعت نفسك للشهادة طائعا وربحت إذ عم الأنام خسار. الشهيد البطل أحمد عيسى سليمان من مواليد عام 87 و900 وألف، أدى الخدمة الإلزامية ثم تطوع في كلية الشرطة وتخرج منها. ولأنه تميز بشجاعته وتفانيه في حب الوطن فرز للمهام الخاصة في هذه الظروف العصيبة. استشهد في جسر الشغور قنصا الأصغر سنا بين أشقائه الخمسة، على الرغم من أنه لم يكن الأكبر ولكنه كان عاقل البيت، هكذا وصفته أمه حينما قمنا بزيارتها في منزلها الكائن في قرية العنينيزة التابعة لمنطقة بانياس. وبقى الدرع شهرين ورحنا كمان قضينا حزمه، يعني شي شهر ما سمعنا صوته وقت قطعت اتصالات وشي، يعني بدي اقول لك من وقت قطعنا الياس منه، يعني قضينا حزننا وقتنا. وثاني مره وقت جا من درعا وجا عطوا اجازه 3 ايام لهون، قديش انبسطنا بتعرف كثير انبسطنا مثل الميت وعاش. ورجع رحتين مره ملا درعا جابوا على الشمل الأساسي جاي على قطعتهم، قام بدين ينزلوه هنا أدلب كمان، كان هاي العقيدة سجل اسمه، قال مين من الشباب مو يعني كيف هو مين بينزل معي أدلب هاي، قال لين أنا أول واحد هو، هو صاير أصغر شيء بإخواته يعني صبيا يعني المهم دي يعني كيف بدي أخليك، ما في لا أنا ولا بي ولا إخواته في كلمة أبدا نقله إن شاء الله تجيب لنا الكاس فورا يكون المطير. كتير قد ما تقولك المطير معنا مع الجيران مع رفقاته مع مين ما بدقني. كنت تدعي له دائما؟ كنت تدعي له دعي له ودعي له، بس وقت ما راح قلت لك ايه كأنه ودع اخواتك. ينصر جيش الحامي الضوابة أرض اللي روينا بالدم الترابة جيش الوحد. أما والده الذي ارتسمت على وجهه ابتسامة حزينة وبدا على وجهه اطمئنان، كان الله قد أمده إياه من عنده، قال نحن توقعنا استشهاده بهذه البلد اليوم يمكن الخميس شفت الصباح سمعت صوت إجازي يومي حميس وجمعه استقبلناه لأحمد وبلش يحكي لنا عن أحداث البطولة اللي قاموا فيها في درعا، هل مهاجمة هل مجرمين. وأنا بعرف أحمد من الأبطال، ما هو من الجبناء، كان لا يهاب الموت وكان يحب الوطن قوي، إنسان ما عنده الخوف نهائيا. الشهيد أحمد كان مميز، أنا عندي 6 وهو السابق، كان هو شكل عن أخواته كلياته، كان مطيع كان مهذب كان شو بدي أقول لك مطيع بكل شيء، محبوب من قبل الجيران من قبل الأهل.
كلماتهم جميعا دخلت قلوبنا لتتناغم بين دمع الفراق وأسوار المقابر وأزقة الحارات الحزينة وذكريات الماضي. هن شقيقاته اللواتي ترعرعنا سوية مع الشهيد. أحمد اسمه رح يتسطر بالتاريخ. أحمد صار شهيد. كان عنده شعور هو شيء، بس نحن ما منعرف أحمد. أحمد كان قوي، كنا حاسين أحمد، كنت حبه كتير وهو كان يحبني. كان قريب كتير مني. كنتوا تحكوا لبعض أسرار؟ أكيد. أنا لما كنت روح على الثانوي وهيك، إنه كنت أحكي له كل شيء بيصير معي بالثانوي، شو بيصير مع رفقاتي. كنت أتمنى روح لما نروح أي مشوار أو أي شيء، يعني أتمنى يروح معي هو دائما. كتير كنت شوف حالي فيه. هو كان الله يرحمه كان شاب، كنت بشوف حالي فيه، كان حلو كل شباب الحرم ما في مثله. كتير كان محبوب من رفقاته، كتير بالحارة كتير. حياته كلها مواقف يعني، كلها مواقف كويسة، وكان اجتماعي ومثالي بالأخلاق وبالانضباط، إن كان بالضيعة أو بضمن دوامه أو بمدرسته. كان إنسان أخلاقي وانضباطي يعني، وكل حياته يعني مغامرات وذكريات يعني، مثلا يعني كان نجم ومحبوب وصادع. غادر الدار إلى حيث كان الصراع مع أولئك الذين أرادوا بأهلنا سوءا، تاركا خلفه قلوبا مجروحة ملأها القهر، ودارا ريفيا لفى بياسمينة كان قد غرسها بيديه الطاهرتين، وتقويم بقي يحتفظ بتاريخ استشهاده، وشاشات تلفاز مغلقة على سكون يلف المكان. فجر بيطلع شمس بتصدع، هللي امي الشهيد، هللي امي الشهيد. Thank you.